لكل من ساهم معنا في انطلاق هذا المشروع اللي هو مشروع توزيع الأدوية والمحفظات على الأشخاص في وضعية الإعاقة في إطار برنامج الهشاشة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية. إذن شكرا للسيد وهو ممثل مجلس جماعي المحمدية، شكرا للجمعيات الصديقة والجمعيات الشريفة التي تساهم دائما معنا وتدعمنا دائما معنويا بحضورها إلى جانب الجمعية الحسنية للصم والبكم بالمحمدية. لا في إنجازاتها الرياضية الكبيرة ولا في إطار الأنشطة التي تقوم بها خلال السنة لا داخل هذه القاعة الكبيرة ديال دار الشباب أو داخل قاعات دار الثقافة مدينة المحمدية. كما تعلمون باش موضوع الإخوان الحاضرين والحاضرات في الإطار ديال هذا المشروع هذا ملحق مشروع جاء فرض راسه بحالنا. علاش فرض راسه؟ حنا تنشتغلوا مع واحد الفئة اللي تعيش لهشاشة، فئة في وضعية الإعاقة. هذه الفئة هذه كيف تعرفوا الاحتياجات ديالها هي احتياجات كبيرة وكبيرة جدا. احتياجات كبيرة وكبيرة جدا وتنسطر على الكلمة هذو بالأحمر. علاش؟ لأنه في الحقيقة هاد الناس مقصرين، احنا كجمعيات مقصرين في حق هاد الناس. هاد الناس يعيشوا واحد المعاناة اللي ما تيحس بها غير الإنسان المقرب منه. عبد الربيع بعد أن تقلدت رئاسة شبكة الجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة مدينة المحمدية أصبحت أعيش الهم الذي تعيشه النساء وتعيشه العائلات داخل مدينة أو عمالة المحمدية في إطار ما يعرف بالهشاشة أو الفقر أو الحاجة. إحنا عندنا الناس راه محتاجين بزاف ومحتاجين نوقف معاهم ومحتاجين نشد بيديهم. يكفيهم هما غير المعاناة المعنوية ديالهم مع وليداتهم، أما المعاناة المادية فهذيك راه تعلمها غير الله سبحانه وتعالى. اللي تنبغي نقول لكم أن هذا المشروع اللي تنشوفوا فيه دابا هو جاء بناءً على معاناة اللي عشتها أنا كذلك داخل الشبكة وكنت نشوف عينيا المعاناة ديال الناس. لذلك اضطريت باش ندير هذا الملحق هذا اللي هو ديال الأدوية وديال الحفاظات ونتبعو في جميع مراحله اللي لازمنا، يعني المصادر اللي لازمنا حتى وصلنا للتنفيذ ديالو اللي درنا اليوم غير الانطلاقة. وباش تشوفوا أنه ما عيطناش على الجمعيات بزاف، لأنه ولا جينا نعيطوا على الجمعيات بزاف وهاد البروسيدور اللي غنديرو دابا باش نسلمو الأدوية ونعطيو الحفاظات، إذا عيطنا على الجمعيات بزاف خصنا نبقاو بلا الوحدة ديالنا. داكشي علاش اعتبرناه انطلاقة، على أساس أن اليوم غنبداو بجمعية الصدقة ومستقبلا إن شاء الله من غدا بعد غدا السيمانة الجاية المقر ديالنا راكم تتعرفوه هو اللي كاين في المركز المستهدف مع التعاون الوطني اللي كاين في الجمعية. الانطلاقة غادي تبدا من هنا والتكملة إن شاء الله والتتمة غادي تكون في السونتر. اللي جا السونتر وجاب لنا الوثائق اللي مطلوبة طبعا راكم عارفينها ماشي شي وثائق صعيبة غير لوردونونس ديال الطبيب وشهادة طبية بين لاكارت ناسيونال يجيب لنا هاد المسائل ياخذ الحفاظات ياخذ الدواء على قدر المستطاع وفي إمكانيات المشروع. راه نهار غادي يتقاد هاد الشيء هذيك الساعة كيف قلت الأخ موسى خاصنا نعاودو نترافعو على مشروع آخر لأن هاد الناس راه بحاجة المشروع صحيح ديال الأدوية والحفاظات إذا بغينا نعاونوهم بالصح. لأن مثلا حنا غير تنساهمو في المساعدة حنا ما تنساعدوش 100%، راه نتوما تهزو دوك الوليدات السنة كلها نعاونو نتوما هازينهم حنا راه الله نفكو قبل واحد شهرين ولا ثلاث شهور واش نزيد، ولكن العام راه فيه 12 شهر وحنا ما عندناش الإمكانيات باش 12 شهر كلها نعطيو فيها الأدوية ونعطيو فيها الحفاظات.
غير باش نوضع لكم فواحد الاطار باش تفهموا المشكل. يعني هذا المشروع راه محدود، عنده بدايه وعنده نهايه. ما بين البدايه والنهايه احنا طرقنا دابا، راه خدامين. نهار غنساليو، احنا غنساليو. ولكن تنتمناو من الله سبحانه وتعالى، ونتمناو ان الجمعيات تضافر معنا المجهودات ديالها، على اساس اننا نبنيو المراحل المستقبليه، نبنيو المرحله الجايه ان شاء الله، باش نبداو في مشروع حقيقي ومشروع صلب، باش نوفروا لهاد الناس هادو الادويه والحفاظات. من الموقع ديالي كرئيس شبكه الجمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه، تنبشر الحضور الكريم بان مشروع المولوجيات انطلق اليوم 28/11/2016 للانطلاقه الفعليه، يعني بدينا الاشتغال في المولوجيات. انتقلنا من ديك المرحله ديال الترافع، انتقلنا من مرحله بناء المشروع، انتقلنا من مرحله سنة وبلاتي، جينا دابا المرحلة التنفيذية، والانطلاقة راه بدات من المجلس البلدي. اللي بغى يمشي يشوف تما راه الشركة بدات خدامة، وهذا أفضل باش ديالنا حنا، ولكن ديال الله سبحانه وتعالى، لأن حنا كنا غير سبب. ومن هذا المنبر، من هذا المنبر تنحيي واحد الأخت المناضلة الكبيرة في هذا الملف ديال المولوجيات، اللي هي الأخت فاطمة. أنا داكشي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، الجري ديالي تنخليه بيني وبين الله، ولكن الوقت اللي كنت تحتاج هاد الأخت هادي كنعيط لها في التليفون تتكلم معايا. أخت فاطمة، لا في الاجتماعات الرسمية السيد عادل، ولا في الاجتماعات ديال جمعية خطوة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشارة في الشبكة الجمعوية تحت الرئاسه ديال الاستاذ حميمون. اذا ما كاينش هذا النشاط هذا اليوم؟ ربما هذه بادره حسنه اللي فرحت القلوب، وكنقاسموا هاد الناس المعاناه ديالهم، خصوص انهم ان تعطيهم الحفاضات الادويه راه ربما الشيء اللي يفرحهم، واخا هما محتاجين بزاف، محتاجين المساعده كبيره، وشي قدر المستطاع ديال الجمعيات. يعني كنشكر بزاف سي حميمون بهذه البادره الحسنه، رئيس جمعيه الصم والبكم. شنو النشاط اللي عندكم؟ النشاط ان شاء الله احنا غادي بالنسبه ليوم العالمي للاعاقه نهار 3 ديسمبر، ان شاء الله غادي ندير واحد النشاط، نشوفوا هذه الفئه اللي تنطالبوا بالمتطلبات ديالها، اللي راه ثقيل علينا بزاف، هذا الحمل ديالهم ثقيل بزاف، حيت السابق ما توصلنا حتى شي مساعده. الجمعيه اللي انتم جمعيه الصدقه. اذا كيفاش هاد النشاط اليوم اللي تقدمت فيه المساعدات للناس اللي كيعانيوا من الهشاشه؟ هاد المبادره هذه هي مبادره كنعتبرها بدايه، وان شاء الله نتمنوا تكون هي النواه باش تعطينا واحد الشجره اللي غادي تكون سميت، لان هاد الفئه هذه راها محتاجه بزاف، يعني كيعانيوا لا الاباء ولا الامهات ولا الوليدات، كاين عندهم خصاص في الادويه، خصاص في الحفاضات، وهما فئه كنتمناو من المسؤولين والناس اللي يهمهم الامر يهتموا بهذا الامر هذا، ويعطيو واحد الاعتبار باش يعطيو واحد على الاقل واحد البصيص من الحق لهاد الناس هادو، لانهم كيعانيوا، ونتمناو على الله تكون بلادنا حنا في بحال الدول الاخرى اللي كتهتم بهاد الفئه وبهاد الشريحه، وكتعطيها واحد الاهتمام، وكتعطيها واحد كما نقولوا حنا واحد الفالور. ابن ام لطيفه. شنو الاعاقه اللي عنده؟ عنده اعاقه كليه جسديه وذهنيه بجوج.
لان كاين شي المساعده اللي قدمتها لكم الجمعيه الحسنيه بالمحمديه. المهم هذه المساعده كنا محتاجين ليها، لان حنا كنعانيو الناس كثير من هذا المشكل ديال لي كوش والادويه. ولقينا الجمعيه ديال الاخ السي حاموم السي حميمون اللي عاوننا باش استفدنا واحد شويه، غادي نقص علينا واحد شويه ديال التعب بعدا بالنسبه للاطفال بحال هكا. يعني انتم طبعا في حاجه اكثر من هذا الشيء ديال اليوم. حنا في حاجه اكثر، لان الوليدات كيعانيوا بزاف من الهشاشه ديال هذا الشيء ديال الحاجات اللي خاصينهم، وكنلقاو بان الاكثر ديال الوالدين محنين معاهم، لان كاين اللي مسكين ما عندوش حتى باش يشري لي تاكوشه وحده. طبعا ميزانيه كبيره تقريبا كل اسبوع على كل شهر. كاين اللي عنده الميزانيه كل اسبوع، وكاين اللي عنده الميزانيه كل شهر. تقريبا شحال الميزانيه ديالكم كل شهر بالنسبه لهذا؟ كاين الميزانيه اللي كتوصل عنده حتى ل 20000 ريال بين ما بين لي كوش والدواء. كيدير التروي الطبي؟ ضروري التروي. يعني بالمجمل 1000 درهم ولا اكثر؟ ولا اكثر، المهم ما بين 1000 درهم حتى 1500 درهم في الشهر. والميزانيه طبعا ما كتسمحش. ما كتسمحش الميزانيه، كاين اللي راجله خدام، كاين اللي راجله ما خدامش، كاين اللي مسكينه هي اللي هي اللي كتخرج تخدم باش توفر لي الحاجات اللي خاصينه. المهم كله وحنا كنتعاونوا مع بعضياتنا وصافي، الامهات كيتعاونوا مع بعضياتهم في هذا الشيء ديال التوفيق. شكرا، بارك الله.